بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن تكلمنا الدرس الماضي عن المنادى، نريد أن نقوم الآن بعملية عصف ذهني مع بعض الإضافات، ثم ننتقل إلى توابع المنادى. تمام هيك يا علي؟ تمام؟ طيب، النداء في اللغة ما هو؟ النداء في اللغة يا محمد؟ لغة النداء شيخ وليد؟ استدعاء، بمعنى أدعو فلان، طلب، يعني قدوم أو يعني حضور شخص ما، أو تنبيه كما ممكن تدخل ونبيه إلى الشيء الذي أريده، أو إقبالهم. إذن هو المطلوب إقباله مطلقا. طيب، ولفت انتباهي، النداء في الاصطلاح ماذا قال الشيخ؟ في الاصطلاح طلب إقباله بيا أو إحدى أخواته. ركزوا معي الله يرضى عليكم، ركزوا معي، نعيد الدرس وما عاد نرجع له مرة ثانية، لنقرأ الكتاب كتاب آخر يعني إن شاء الله. إذن النداء في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا أو تنبيهه مطلقا. النداء في اصطلاح النحاة طلب إقبال المنادى بيا أو إحدى أخوات يا، يا عبد الله، يا علي، يا مصطفى، واضح؟ أو أمصطفى، أو أمصطفى. طيب، ما يعني طلب المنادى هل يصح في حق الله؟ يعني هذا المعنى، هذا التعريف الذي ذكرناه، هل يصح عندما تقول يا الله؟ هل يصح؟ لا يصح. يصح؟ لا يصح. أنت قلت يصح، وأنت؟ لا يصح. لا يصح، وأنت؟ لا يصح. أنت عم تطلب من الله يجي لعنده؟ لا. كيف بده يصح؟ النداء في حق الله بهذا المعنى الحرفي لا يجوز عقيدة، إنما النداء في حق الله بمعنى استجب، بمعنى استجب، أطلب منك اللهم اغفر لي ذنبي، يعني أطلب من الله، أترجى الله انتبه أن يستجيب دعائي في أن يغفر ذنبي، لا أن أطلب منه كما أطلب من مصطفى، يا مصطفى بمعنى أناديك لتقبل علي، لا، الله لا يعرض عن عبده حتى أناديه ليقبل علي. إذن طيب، هل يصح أن أنادي الله سبحانه وتعالى بكل أدوات النداء؟ لا، مركز أنا على بعض الأشياء إن شاء الله بتدعو لي فيها لو أنه عم نعمل مراجعة. هل يصح أن أنادي الله عز وجل؟ مثلا نحن عندنا يا وآيا وهيا، كلها أدوات نداء، وأي وآي وآ وآ مد، يعني بالقصر وبالمد، أبكر أبكر، أي مصطفى وآي مصطفى، انتبهنا، ويا عبد الله وآي عبد الله وهيا، كل هاي اسمها أدوات نداء، قلنا يا وأخواتها. هل يجوز أن أنادي الله عز وجل بكل أدوات النداء؟ شو يا محمد؟ طيب، ما الصحيح إذا في رأيك؟ يا الله أو اللهم، تتعين يا لنداء الله، تتعين يا، هي اللهم، هي حذفنا يا وعوضنا عنها بميم مشددة مفتوحة تأدبا مع الله، لاحظنا؟ فإذا تتعين
يتعين في نداء الله تعالى أن أناديه بيا. فالله عز وجل لا أناديه ولا أستغيثه إلا بيا، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، تتعين يا من بين أدوات النداء لمناجاة الله سبحانه وتعالى. أنا في عنا مسألة، أنا عندما أقول يا الله يا الله، قال العلماء يعني اللي جزم فيه بالدروس النحوية أنه ينبغي أن تكون الهمزة قطع. في بعض العلماء قالوا يجوز الوجهان، لكن جزم في الدروس النحوية الشيخ مصطفى الغلايني بأن تكون الهمزة همزة قطع، فخلينا على هذا الكلام. يا أ مو يلا، يا الله الهمزة عندما أنادي الله سبحانه وتعالى فالهمزة همزة قطع. طيب نحن تعلمنا مسألة في الدرس الماضي، لاحظوا أنا بدي أريد ربط الأمور بعضها ببعض حتى نستوعب الدرس. يعني نحن مو غايتنا، نحن أحمد شوقي بيقول لأن تقرأ كتابا مرتين خير لك من أن تقرأ كتابين. نحن قلنا إذا كانت الكلمة تبدأ بأل، بأل مثل الإنسان الكافرون، فيجب أن نتوصل إلى ندائها بأي أو أيته، حسب إذا كان مذكر انتبانا أو مؤنث. قل يا أيها الكافر، ولا ما فرق بين أن يكون مفرد أو مثنى أو جمع. إذا بتتذكروا يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، واضح المعنى؟ طيب نحن عندما قلنا يا الله لم نستخدم يا أيها الله، لماذا؟ قالوا لماذا؟ قالوا يستثنى من هذه القاعدة، قالوا يجوز نداء الله، يجوز نداء الله من غير، لأنه الله عز وجل يحتاج إلى واسطة أصلا، من غير وسيلة تربط بين أداة النداء وبين لفظ الجلالة، ولو كان هذا اللفظ يبدأ بأل، لكن على أن نقطع الهمزة فنقول الله مو يلا. وإن كان أنا ذكرت أنه في بعض، أنا ذكرت المرة الماضية يجوز الوجهان، لكن وجدت اليوم يعني أثناء تحضير الدرس أنه الغلايني يجزم بأن تكون الهمزة، اكتبوها يعني ونسبوها للغلايني، وأنا إن شاء الله أمين فيما أنقل لكم. الغلايني في كتابه الدروس، مصطفى أي مصطفى الغلايني، دروس النحوية ناسبة. نعم، بأننا إذا نادينا الله عز وجل بيا وجب علينا أن نجعل الهمزة همزة ال همزة قطع، وإذا حذفنا يا وجب علينا أن نجعل الميمة التي تعوض عن يا ميما مشددة مفتوحة. يعني ما بتقول اللهم أو الله، اللهم بدل يا الله، يعني إما أن نقول يا الله وإما أن نقول اللهم، واضح؟ وجهان واحدا، هو ذكر يجب يعني وذكر وجهان واحدا. طيب أدوات النداء، أولا أم الباب ما هي؟ علي الفائدة، أنا قلت أيوة. أم الباب ما هي؟ يا، أم الباب يا. بعد ذلك ماذا تحفظون من الأدوات؟ فائدة، الفائدة بس لك احكي بتحكي الهمزة، الهمزة ضرب ايتي لي بمثال الله، انت شو بدك هلا غير هلا، انت بدك تنادي لي او بدك تنادي لمصطفى محمد فاطمة ابا بكر
أمصطفى أمصطفى أبكر جيد جيد هذا اللي بيسأل أبكر جيد أمحمد واضح أيها طيب هل أنت شو بدك في أيها لا تفخر لا أيها اتركها أيها وسيلة بين المنادى وبين يا إذن هيا أتى بمثال الأول وهو الهمزة بالقصر أبكر طيب أنت أي بالقصر أيضا بالقصر أي بكر أي مصطفى يعني كأنني أقول يا بكر أي وليد كأنني أقول يا وليد واضح أيضا فضل أيا وهيا أيا وهيا أيا وهيا جيد أيضا هذه من أخوات يا غيرها أنت ذكرت ماذا يا ابني الهمزة أبكر في أبكر يعني الهمزة أداتان إذا كانت بالقصر أقول أبكر أبكر أقبل انتبهت علي أو أبكر بالقصر بالمد أبكر أقبل هذه أداة وهذه أداة أنت ماذا ذكرت أي بكر أقبل يعني يا بكر أقبل والأخرى أي بكر يعني صار أنت عندك اثنتين ذكرت واحدة هما اثنتان وأنت ذكرت واحدة وهما اثنتان كم واحدة صاروا أربعة وعندي يا أم الباب خمسة وعندي آية وهي ذكرها علي إيه هلا أيها تجي للوصل ذاك بيعتبروها نعم هلا نحن ننادي القريب وننادي البعيد ما الذي ننادي به القريب يا أخبرني وسيدي البعيد أي والهمزة وواو لا تخربط حالة إحنا بدنا نغلط مشان من أجل أن نتعلم يا للقريب والبعيد يا للقريب والبعيد جيد وما تبقى يا للقريب والبعيد لا للقريب فقط الهمزة وأي بالقصر أنت ذكرت الهمزة وأنت ركز أنت ذكرت الهمزة فهذه بالقصر للقريب أما بالمد للبعيد وأنت ذكرت أي بالقصر للقريب الهمزة بالقصر وأي بالقصر للقريب وما سوى ذلك ويا للقريب والبعيد وما يا للقريب والباقي للبعيد نعم طيب الله طيب ما أنا ذكرت لكم بيت شعر في الدرس الماضي عن آية وبيت حلو كتير يعني كتير لازم ما ننسى عندي بيت شعر صغير ايه اعطينا يا باري من صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر يا هازي ام بسموك القدر بنفسك تنسى ام بالقدر ايه هذا لمن؟ لا دائما لازم نعرف لمن ايه نفسه اقسمت لتنزلن ما في ايه اقسمت يا نفسي لتنزلن الرواية لما نحن لما شوف لما عندما تأتي أنت بالمثال إيتي بما شئت لكن عندما تنسب إلى غيرك انسبه بأمانة إيه بس هو ما بيغلط فيه أنت هذا بأقصد انسبه بأمانة يعني مثلا قال الشاعر أو قالت العرب ويأتيه كما جاء نحن ذكرنا لكم أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي تتذكروا هذا البيت ذكرته أنا في الدرس الماضي أيا شجر لا ما ذكرت لكم يا إذا ما ذكرت اكتبوا إذا ما ذكرت أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف
يا شجر الخابور. نعم، هذا البيت من أكثر البيوت يعني بيوت الشعر رقة حقيقة. هلا هذا البيت من شعر الفارعة بن الطريف، ترسي أخاها الوليد ابن طريف، والخابور نهر في الجزيرة الفراتية. فهي تقول أيا شجرة الخابور، يعني هي رأت شجر الجزيرة الفراتية مخضرا، والخضرة سواء في الشجر عند العرب، الخضرة في الشجر أو في الأرض علامة الفرح. فهي تعاتب الشجر، تقول ما لك مورقا، لماذا أنت في حالة اخضرار، يعني كأنك لم تجزع على ابن طريف، ابن طريف أخوها، كأنك لم تجزع. طبعا هنا تجاهلت أن الشجر لا يعلم والشجر لا يتفاعل، لكن هذا بيدل على تفاعلها هي مع البيئة التي تحيط بها من حولها. واضح هذا الكلام؟ لذلك يعني بعض يعني هيك النقاد رأوا فيه يعني أنه فيه من المعاني والترنم. هذه قصيدة جميلة، هي متألمة متأثرة، فنظرت وجدت الخضرة في كل مكان، فقالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا، يعني كأنها توبخ الشجر، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا من الأدوات أظن التي لم نذكرها واو. واو ماذا قلنا عنها في الدرس الماضي؟ لا، ليست للقريب ولا البعيد. واو الندبة، واو الندبة. في عندنا كتاب لنجيب الكيلاني اسمه وإسلاما، قلت لك جيب لي اياه ان شاء الله. وإسلاما يعني يتندب على الإسلام. هذه الكلمة هي التي غيرت مجرى معركة عين جالوت. كل الناس يعلمون أن معركة عين جالوت انتهت بنصر المسلمين. الحقيقة في بداية المعركة يا مصطفى كانت هزيمة نكراء للمسلمين، كما حصل في حنين عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عندما انفض الناس وارتعبوا بسبب كثرة السهام وكثرة ما نزل فيهم من سهام، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فبدأوا يجتمعون حوله مرة أخرى. هذا ما حصل في حنين. فقطز عندما وجد المسلمين يتفرقون أمام جحافل التتار، وكان زعيمهم في ذلك الوقت كتبغة، فقال وا إسلاما وا إسلاما وا، يعني يتفجع على الإسلام، إن هزمنا في هذه المعركة. هذه الكلمة يعني ارتجت في أنحاء الوادي، وادي عين جالوت، وصار البعيد يعود، والذي هرب من الموت يطلب الموت ويطلب الشهادة، وكانت السبيلة في النصر. إذن هي نداء المتفجع عليه، وا إسلاما. وإذا واحد مات مثلا رفيقه اسمه زيد أو أبوه أو أخوه، بيقول وا زيدا وا محمدا، كمان وا كربا. نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، وا رأسا وا ظهرا. واحد واجعه ظهره بيقول وا ظهرا، هاي بقى بدها لغة عربية فصحى يفهم عليه. إذا واحد لغة بيقول له وا ظهرا، شبك أخي شبك، شو صاير معك؟ نعم. فهذه هي واو الندبة. الحقيقة هل تستخدم أداة أخرى؟ أنا ما بدي أحكي وألقي معلومات، لا، بدي يصير تفاعل بيننا. هل يعني تتفرد واو الندبة بالندبة، أم ممكن أن تشاركها أداة أخرى؟ نعم، ممكن. أي أداة التي تقول عنها إنها ممكن؟ الحياة. يا. لكن واو الندبة للندبة من غير قرينة. يا، أنه هي الأصل فيها النداء، فتستخدم للندبة
بقرينة. يعني مثلا يعني رجل يضع يده على رأس الميت ويقول يا زيداه، انتبهنا، فوضع يده على رأس الميت هذه قرينة على أنه لا ينادي وإنما يتفجع عليه. طيب الله، ما فهمت يا ويلي، أنا تعتبر هذه التفجع أيضا، لا يقصد بها النداء لأن الويل لا يصدع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ويلها إن تذهبون به. خليني أراجع، خليني أراجع، شوف ماذا قال في الولد. نعم، في عندي كلام هون، قال حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، كلام جرير في عمر بن عبد العزيز، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، يا عمر هنا لا تفجع، هو يعني وعمر، هذا من البحر البسيط، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، يعني يتفجع علي، يعني هذا شاهد سيدنا على مجيء للتفجع، ايه هذا شاهد على مجيء للتفجع، يعني الحمل كبير وحملته انت، فهو يتفجع على عمر، يبدو هذا قاله وقت وفاته، حملت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمر، يا عمر سيدنا، يا هو الشاهد يا عمر بمعنى وعمر، حركة عمر بالفتحة، ايه ألف مو فتحة، ألف يا عمر، لأنه واو الندبة وإسلاما ورأسا، رأسا لا، واو هي من أخوات، يا نفس الإعراب لا يختلف لكن للندبة ما يتغير شيء. طيب هلا أنا ذكرت لكم شيء بدي أعيده هيك بشكل سريع، إعادة إفادة، ما الشيخ مصطفى ما حدا بيندم عليه، ما حدا بيندم عليه، الله يزيني الخير وانتو الله يزيكم الخير، عم تحملوا مثل ما بيقولوا هيك. اللهم صل على سيدنا محمد. نحن قلنا أ بالقصر، أ الهمزة، وأي بالقصر لنداء القريب، ما هو القريب؟ ما هو القريب؟ القريب يسمع، الذي هو قريب حسا. تبانا هلا الشيخ وليد على بعد يعني سنتيمترات مني، فهو قريب، وعرفا كلكم يعني لو ناديت اي واحد منكم فهو قريب، ممكن اقول له مصطفى، اي مصطفى، لكن هذا القريب الحسي، في عندي قريب معنوي، يعني مثل هلا فوزي، شيخ فوزي أمه في شيكاغو على بعد 10 ساعات منه، لكنها في قلبه، فهذا إذا ناداها بنداء القريب وكانت في قلبه وكانت لا تغيب عن مخيلته عن خياله يصح. فالقريب إما أن يكون على سبيل الحس حسا يعني، وإما أن يكون على سبيل المعنى. هلا بقية الأدوات نستخدم غير الهمزة وأي. طيب متى نستخدم؟ إذا إنسان عايش في أمريكا، ولا نذكره كثيرا، ولا نذكره كثيرا، يعني لك رفيق موجود في أمريكا وأنت لا تذكره، فهذا يصح أن تناديه بالبعيد، لكن لو كنت تذكره ولا يفارق مخيلتك، يعني الأم، البنت، الابن، الأخ، الحبيب، واضح، بصح تنادي معنا بالهمزة أو أي. الآن لو كان إنسان قريب منك، فايت عم يصلي وراك بالجامع لكنك تبغضه، فهذا معنا بعيد ولو كان قريبا. عبد الله بن أبي بن سلول
كان يجلس ويضع ركبته إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل سيدنا جبريل، ويضع يديه على فخذي وهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ناداه، يعني لو ناديت، ما بدي أتدخل بأمور النبوة، لو ناديت من تبغضه وهو قريب منك بنداء البعيد صح، لا تحبه ولا يحبك. نعم نعم. طيب، فهذا المعنى حسا ومعنى. طيب الآن عندنا الآن أنواع المنادى. ما هو أنواع المنادى؟ ما هو؟ نحن قلنا المنادى إما مفرد، طريقتي يعني طريقة الكتاب، إما مفرد وإما مضاف وإما شبيه بالمضاف. المفرد نوعان، إما أن يكون مفرد منادى مفرد علم، علم علم علم، أي اسم، أي واحد منكم اسمه علم، مصطفى علم، علي علم، وسيم علم، مو هيك يا وسيم؟ أنا عم بتعب لمين هذا الكلام؟ إيه عفوا لا تأخذ. فهذا مفرد علم. أنت عندما تنادي زوجتك أو أمك انتبهنا باسمها، أو خالتك أو أختك، بس عم بحكي أتكلم باسمها، يا زينب، يا هند، يا ماجدة، يا فاطمة، يا محمد، يا ضياء، يا مصطفى، وإن كان مصطفى لا يظهر عليها العلامة أصلاً، حتى البناء لا يظهر عليه، يعني هي مبنية. فهذه اسم منادى مفرد علم. ومثلها كل من تناديه بعينه، يا رجل أنا ما بعرفك لكن أنا أشرت عليك، يا رجل، أو توجهت بكلامي إليك. طيب الله، فهذا يدخل في، قال المفرد ما كان غير مضاف ولا شبيها أو ولا مشبها بالمضاف. طيب شو اللهم صل على سيدنا محمد. هون هلأ عم بنقلكم كلام عن الغلاييني أنا. قال ضابطه ألا يكون عاملا في غيره. عندما أقول يا عبد الله، يا عبد الله، هذا مضاف والآخر مضاف إليه، انتبهنا، لكن هذا فيا عبد الله عامل في غيره، ويا طالعا جبلا هذا عامل، هذا عامل في غيره، أما يا زيد، يا محمد، يا ضياء، هذا، أو يا رجل، هذا ليس عاملا في غيره. طيب الله، الضروره الشهريه بديت على الفتح، لانها استخدمت الضروره. وين يا عمره؟ هي ندبه، فيبنى على الفتح، هذا ضروره شهريه عمره. لا لا لا، دائما المندوب المتفجع به على الفتحه، وليس يعني واسلام، اصلا اسلام اسلام اسلاما اسلاما، تعيد قرينه. ايوه نعم 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 نعم. الله، هلأ النكرة المقصودة، النكرة المقصودة كل ما جاء بعد حرف من حروف النداء وقصد التعيين، يا رجل أنا ما بعرفك بس قلت لك يا رجل. فهون فالمفرد اللي هو علم مصطفى، أنت تبانا، وأنت شو فاتح طيب ترك لي الكتاب، ترك لي، انا عم بعطيك حسب متسلسل الكتاب، بعطيك مجموعه معلومات موجوده بالكتاب بس لا تتقيد. فالمنادى عندما انادي رجلا علما، يعني مصطفى، علي، وسيم،
ماجدة، هند، زينب، أو أنادي رجلا غير معين لكن أعينه، أعينه بالإشارة، أعينه بالنداء، يا رجل. فهذا الذي عينته وخاطبته بحرف من حروف النداء اسمه نكرة مقصودة. هذا وهذا مبني على ماذا يبنى؟ تذكروا يا رجل. طيب يا رجلان وين الضم؟ يبنى على ما يرفع به، إذا بتتذكروا يبنى على ما يرفع به. ذلك ذكرنا لكم من أمثلة، يا إبراهيم، يا إبراهيمان، يا إبراهيمون، يا فاطمة، يا فاطمتان، يا فاطمات. فيرفع بماذا؟ إذا كان مفردا يرفع بالضمة. يا أستاذ، الكتاب جاء مثال، يا أستاذ، يا أستاذان، يا أساتذة. بس هي أساتذة ترجع للضمة، نحن بدنا يا محمد، يا محمدان، يا ما لنا يا محمدين، يا محمدين، يعني ما نصبتها، ما أنه النداء يقع كما قلنا. خليك معي يا ابني، النداء يقع مكان أدعو، النداء يا مكان، لماذا نصبت ما بعد يا؟ أنا عندما أقول يا عبد الله، لماذا نصبت عبد، لماذا نصبتها؟ لأن يا تقع مقام أدعو، كأنني أقول أدعو عبد الله، ويا نابت عن أدعو. فعبد الله إذا بدك تعرب إعراب دقيق ومفصل وكذا، نقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا نابت عنه يا، أدعو عبد الله. فأنا عندما قلت يا محمدان ما قلت يا محمدين، مع أنه منصوبة. لماذا؟ لأنه هذا منادى مفرد علم، هذا اسم، محمد اسم وعلم، والعلم يبنى ولا ينصب. متى ينصب؟ إذا أضيف، يا عبد الله، يا صاحب البيت، يا حافظ القرآن، لاحظنا. أما إذا واحد اسمه حافظ بعيد منهم مثل حافظ أسد، وقلت له يا حافظ، فتبنيها على الضم، لأن المفرد يرفع بالضمة، والمثنى يا حافظ، حافظان، يرفع بالألف، فتقول يا حافظان. إذن تبني المنادى المفرد سواء كان مثنى، يعني نحن قلنا المفرد مو معناته ما ليس مثنى، نحن قلنا المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وعرفنا تعريف آخر ما ليس عاملا في غيره. في حدا ما عم يفهم علي؟ بعيد، أنا أطلع، بس أطلع ببعضكم، إذا لقيت في إشكال بوقف. في حدا مفهمان علي؟ شوف يا ابني، أنا عندي الكلمة قسمان، هلا خلينا نبسطها مرة تانية. أنت شو اسمك؟ ضياء. ضياء، هل يعمل في غيره؟ ضياء، ضياء. أنا عندما أقول يا ضياء، هل يعمل في غيره؟ فهذا منادى. كل اسم، كل علم إذا ناديته هو منادى مفرد علم. ما معنى منادى مفرد علم؟ ليس مضافا. المضاف لازم يعمل في غيره. أقول يا عبد الله، ما الذي جرى لفظ الجلالة أنه عمل فيه؟ انتبهنا، هو مضاف، وهذاك مضاف إليه. لاحظنا، عبد الله، قلت لك يا حافظ القرآن. فأنا عندما أقول أنادي أي اسم من الأسماء، هلا ذكرت أسماءكم كلنا، شو بدي أعد لك أسماء؟ يا هندو، يا دعدو، يا أي اسم، أسماء الدنيا كلها إذا ناديتها تناديها بالضمة، إذا لم يكن الاسم مركب. يعني مصطفى، ضياء. أما إذا كان مثلا عبد الرحمن، لا، هذا مركب، قول يا عبد الرحمن. وضحيت؟ أنا أتكلم عن الاسم المفرد الذي ليس أنا لا أقول مثنى، الذي ليس عاملا في غيره، الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا ما له مضاف ولا شبيه بالمضاف، يعني ليس عاملا في غيره، نفس العبارة بس أنا غيرت العبارة.
يعني كل اسم مفرد إذا ناديته أناديه بالضم. المنادى يا أبني خليك معي، ركزوا معي الله يرضى عليكم، أنا بعيد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة، لا تزعلوا. أنت الآن أنا عندما قلت يا تنوب مناب أدعو، مو هيك يا شيخ مصطفى؟ تنوب مناب أدعو، ويا ناصبة لأنه مناب أدعو، وأدعو فعل، وما بعد يا يعني مثلا يا عبد الله، عبد شو هي؟ منصوب ليه؟ لأنه يا مناب أدعو، وأدعو فعل، إذا كأنه عم أقول هي مفعول به، لكن لأنه ببحث النداء ما بقول مفعول، لا أقول مفعول به، أقول منادى منصوب لفعل محذوف وجوبا، نابت وجوبا، ما بصير أذكره، نابت عنه يا، لاحظت؟ فأنا نصبته. طيب ليش، لماذا لم أنصب ضياء أو محمد أو مصطفى؟ قال هذا منادى مفرد علم. المنادى المفرد علم اللي ما له مضاف ولا شبيه بالمضاف، يعني لا هو يا عبد الله ولا هو يا حافظا للقرآن، لاحظنا؟ قال هذا شو بقول؟ يبنى، أول شيء مبني، مبني في محل نصب، هو يا زيد يا زيد، كلنا دائما زيد أكلت لي والأمثلة كلها فيه، يا زيد يا زيد، يا ذات نداء بدل أدعو، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، لأنه نحن البحث كله في المنصوبات، أصلا كل الأبحاث التي قرأناها المفعول المطلق والحال والتمييز وكل هذه الأبحاث في أي شيء في المنصوبات. فيا عبد الله، يا زيد، زيد يا أداة نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، يعني هو من برا مضموم بس من جوا محله النصب. هلأ إذا كانوا اثنين بدال زيد زيدين، قال هذا زيد وضياء ومحمد، كل اسم ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، قال يبنى على ما يرفع به. أنت بماذا ترفع زيد إذا في غير النداء؟ في غير النداء بماذا ترفع زيد؟ بالرفع، ضمة يا شيخي. أنت ألا تقول لي هذا زيد في غير النداء، مو هيك يا مصطفى؟ هذا زيد، هذا وسيم، لماذا رفعتها؟ بالضمة، سواء كانت في جملة اسمية هذا زيد، أو كانت في جملة فعلية جاء زيد. فأنت عند في أي مكان تقع فيه زيد، عندما ترفعها ترفعها بماذا؟ بالضمة، فتبنيها في النداء على الضمة. هذا زيد، جاء زيد، يا زيد، يا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب إذا ثنينا زيد نقول الزيدان، رفعناها بماذا؟ بالألف، مهم؟ فإذا أردنا أن ننادي في غير النداء نقول زيدان، يعني رفعناها بالألف. إذا أردنا أن نناديها نقول يا زيدان، يعني نقول بقى هي دائما المفرد والنكرة المقصودة في محل مبنية. فأقول يا زيدان، يا أداة نداء، زيدان منادى مبني على الألف لأنه مسنى، مبني على الألف ويبنى على ما يرفع به، وفي حالة الرفع هذان زيدان أو جاء الزيدان. طيب إذا أردت أن أجمعها في غير النداء زيدون، إذا أردت أن أنادي زيدون أقول يا زيدون، فأبنيها على ما ترفع به في الجمع. وكذلك بالنسبة للجمع المؤنث السالم، يا هندو، هندو مفرد، أنا قلت لك أي واحد مفرد هو مبني على الضم، المبني على الضم واضحة، لكن يا هندان بالألف، يا هنداتو بالضمة، واضح؟ أظن أنه صارت. هذا الكلام للمفرد، سواء كان هذا المفرد مفرد علم أو كان نكرة مقصودة، ونكرة المقصودة عندما أنادي شخصا بعينه وعينه يا رجل،
نكرة هو، لكن عندما عينت قلت يا رجل، فمبني على الضم في محل نصب. ولاحظ معي، سواء قلت يا زيد أو يا رجل، هو لم يعمل في غيره، وين الكلمة التي عمل بها؟ أما عندما أقول يا عبد الله، ركز معي، عندما أقول يا عبد الله، هذا المنادى عمل في غيره، مضاف، انتبهنا، والآخر مضاف إليه، يعني أضفت الآخر، واضح؟ مضاف إلى الآخر، والآخر أضيف هذا إليه، عشان ما تخلطوا. لذلك العبارة وهو إما مضاف لاسم بعده كما مثل، يعني يا عبد الله مضاف، يا عبد أضيف للذي بعده، والله هو الذي أضيف إليه. أنا أضفت عبد إلى لفظ الجلالة الله، فإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ماذا أفعل؟ أقول هو منصوب، مهم؟ يا عبد، إذن في الإضافة أو الشبه إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف على أصله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. إذا كان مفرد علم أو إذا كان مفردا مفرد علم أو نكرة مقصودة نبني على الضم في محل نصب، يعني هو في الحالتين منصوب، لكن عندما يكون مفرد علم يكون مبنيا على الضم في محل نصب، وفي غير ذلك يكون منصوبا على أصله، يا عبد الله، يا غافلا، أو يا حافظا القرآن، أو يا غير أو غير ذلك. طيب الله، والشبيه بالمضاف هو ما اتصل، نحن قلنا شو بدنا نفرق المضاف، المضاف يجي الثاني مجرور يا عبد الله، أما الشبيه بالمضاف بيجي الأول منصوب بالتنوين، والثاني إما أن يكون فاعل، وإما أن يكون مفعول به مفعولا به، وإما أن يكون مجرورا، يا يعني هو ما اتصل به شيء من تمام معنى. أنت لحالك بتحفظ، العرب ما كان تحفظ الدروس هي، إنما على السليقة. يا حميدا فعله، لاحظ فعله فاعل لحميدا، وحميدا منصوب بيا، يا حافظا درسه، يا محبا للخير، للخير العامل فيه ما هو محبا، ومحبا منصوبا بيا. طيب الله، إذن المنادى، هلا إذا قلت لك يوسف أيها الصديق، يوسف شو هي؟ يا أصلها يا يوسف، يا يوسف مفرد علم، ممتاز، عم تولف معي مضبوط يا شيخ ضياء، منادى مفرد علم، لأنه يجوز حذف أحيانا أداة النداء. طيب ويا عبد الله على الأصل منصوبة، يوسف عرب لي بشكل كامل لنشوف. يوسف منادى مبني على منادى مبني على الضم في محل نصب، لأنه نحن أصلا البحث كله في المنصوبات، لأنه سبق أداة نداء حذف أصلا يعني منادى، أنا منادى يا يوسف محذوفة، محذوفة إيه بأداة نداء محذوفة، وهي أداة النداء نابت عن أدعو، لذلك هو في المنصوبات. نعم. هلا في بعضهم قال، بس نحن خليكم عليه عشان ما تضيعوا، مثلا يا عبد الله منادى منصوب بفعل محذوف وجوبا دل عن على ناب عنه يا وجوبا، ما بصير نذكره. وبعضهم قال يا هي الناصبه، هي الناصبه، يعني يا هي الناصبه لتضمنها معنى ادعو، عشان ما نضيع خلينا على الاولانيه، يا تنوب مناب الفعل ادعو، وادعو يجب حذفها وجوبا. على هذا الكلام عبد منصوبه باداه النداء، على القول الثاني بأداة النداء، اي نعم. كان موجود اول ابتداء،
بأداة هني بدي يبسطوها عليك، بس أنا بدي أوضح لك هي منين أصلا يا تضمنت معنى أدعو، يعني بالحالتين أنت عم تحكي عن الأفعال، لأنه يا لا تنصب يا لا تنصب. نعم صارت مثل مثلا لما لم أفعل أفعل منصوبة بلم، لا هذاك ادوات ناصبه ما لها على هون، هون ينوب مناف فعل حتى تنصب هي ولا بان. ايه طيب، هلا نحن ذكرنا في اخر الدرس الماضي وفي بدايه هذا الدرس ان ال ان ما بدأ بال اذا اردنا ان نناديه مثلا الانسان يجب ان نضع اي بينهما، ما بيصير قل يا أيها الكافرون ويا أيتها أو هنا شو المثال، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ويا أيتها النفس المطمئنة. طيب واضح هذا الكلام، أو نضع اسم إشارة يا هذا الرجل أو يا هاته المرأة. طيب ما خلصنا، بدنا نخلص درسنا، ما خلصنا ونعديم، إحنا ما نعديم المركز هون بالمركز 45، لما نحن هون طلاب علم بدنا نخلص درس، الله يرضى عليك. طيب ابني وين كاسه الشاي؟ اعطيتك الكاسه مشان تجيب تعبي لي شاي. طيب من يعرب لي يا ايها الانسان؟ عرب شيخ وليد. ما بديك تقرا من هون الاعراب، بديك تعرف. ايه معلش، ايه معلش، الله يجزيك الخير. انا بالعكس بكون مسرور لما بلاقي ثمره، يعني انا بالنتيجه اكرر واكرر واكرر. اوعى اضعف واحد فيكم يقول انا ما تعلمت، ابدا، ما لا يوجد انسان ما بيتعلم. لكن الآن في هذا الدرس تعلم من اللغة من بحث المنادى 20%، عندما يقرأ معنا في كتاب آخر أو في هذا الكتاب إذا كررناه مرة أخرى بصيروا 50%، المرة الثالثة بصيروا 70-80%، بصيروا اختلف الموضوع كلياته. يا أيها، يا أداة نداء، يا أداة نداء نابت مناب أدعو، نابت مناب فعل محذوف وجوبا تقديره أدعو. أيوه منادى، منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا بنسميه نكرة مقصودة. انتبهنا، يعني مثل يا رجل، أنا لما يا أيها مثل يا رجل. نعم. وهذا التنبيه، يا أيها هال التنبيه. نعم الإنسان، هال التنبيه لما حل لها من الإعراب. نعم الإنسان بدل، بدل من أيها، يعني كان يقول يا الإنسان لكن لا أستطيع أن أخاطب الإنسان فأخاطب، شوف خاطرك، وإنما أخاطب بأيها. فأيها مبني على الضم، نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، والإنسان بدل أو عطف بيان. يا أيها الإنسان، ليش رفعنا حسب الظاهر مراعاة لظاهر. نعم ما اسم استفهام. نعم غرك، لا ما خلصنا، ما عربته، أنت قلت اسم استفهام بس ما إعرابها هو للاستفهام. ما غرك، انتبهنا، هذا المال للاستفهام، لكن ما هو إعرابها؟ أنت في محل رفع مبتدأ، أنا شو بدي في شو عربة؟ اسم استفهام مبني على السكون، اسم استفهام مبني على السكون، بس عم طلع على إيه، بس ما تم ال... هي عملها الاستفهام، لكن إعرابها هذا اسم استفهام ما له إعراب. الإعراب في محل رفع مبتدا. غرك، غر فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على اخره، وكاف الخطاب. يا ابني الفعل بده فاعل، فاعل وجوبا تقديره انت. ليش وجوبا؟ جوازا، الوجوبا بس لما الخطاب. اسكن انت وزوجك الجنه.
تقديره أنت. جوازا تقديره هو يعود على ما اسكن هي الخطاب يكون للوجوب. أما تقديره أنت ما غرّت أنت. ما غر هو غر غر الكاف للخطاب. أما غر الضمير فيها يعود على ما هو الكاف الكاف للخطاب. أما غر انتبه ما غر خليني إيم للكاف ما غر الكاف لخطاب الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك. فغر فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما وكاف ضمير عرب لي كاف والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به كمل يا سيدنا نحن قلنا ما في استفهامي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ المبتدأ شو بده جملة غرّة جيد جملة ما جملة غرك في محل رفع خبر وإلا وإعراب يا أيتها النفس المطمئنة بنفسي ترتيب إعرب لنا مصطفى يا هذا الإنسان يا أيتها النفس نفس الـ نفس الـ نفس الإعراب بدل أو عطف بيان المطمئنة يا ذات هذا منادى مبني على السكون يعني يبدأ تجي هي المطمئنة يبدأ تجي وصف للنفس نعم نعم سيدي هذا منادى مبني على النصب مبني على السكون في محل نصب بذات النداء الإنسان الهال التنبيه لا محل لها من الإعراب خلينا نرجع واحدة واحدة يا ذات نداء طبعا نفسها نابت مناب فعل حذف وجوبا تقديره أنادي إيه أنادي نعم هذا الهاء أو أدعو نعم ذا منادى مبني على السكون في محل نصب الإنسان بدل من ذا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يا أيها مودا مقلص الإشارة مبني على السكون في محل نصب على النداء ما فهمت عليك ذا ذا اسم إشارة إيه عد لي بالله إعرابك مرة تانية ذا إيه اسم إشارة منادى بيا مبني على السكون في محل نصب جيد الإنسان بدل من ذا بدل أو عطف بيان أو عطف بيان بدل يعني الأنسب تقول بدل نعم إيه خلاص كافي تابع أرى شيخ وليد هلا بدنا نقرأ درسنا هلا ما كله هذا مراجعة لا 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 الدرس بسيط الدرس بسيط بدكم منخليه لدرس تاني عشان الشيخ فوزي ما يروح عليه بس بشرط الشيخ فوزي لازم يتابع الدرس بال فاتحة ترى يا دولي أبدا بتحصة الجامعة أكثر من 50 دقيقة ما بيتحملوا فاتحة